الو ها جاهزين؟ يلا خمس دقايق جايين. لا لا ما راح نتأخر. يلا باي. هلا يمه، زين الحمد لله. خالي؟ اوه لا والله يمه، صار لي فترة ما مريته. اوكي الحين بمره وبطمن عليه. فما لا خمس دقائق معود ما راح نطول. ذبحتنا يوم عند خالك، يوم عند ولد اخوك، يوم عند عمتك، يوم عند جدتك. خلاص يبا انا بالخمسة عروس اروح مرة، وبالعزة بالسنة اروح امن مرة، وانت كله مطيح عندهم. خلاص يبا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري. ما علي يايين بالطريق. انزين يايين بالطريق، بس حمد صار انه يمر خاله، انت تعرفه، يوم عند خاله ويوم عند عمته ويوم عند ولد اخوه ويوم عند يد خال ام عمته. ذبحنا هالولد ما نخلص منه. دق عليه قول له يطلع لي برا، ترى زارعني بالشمس خست برا. بس دق عليه خوش عيل. يلا مع السلامة. يلا كان ياي. يلا باي خالي، انا مضطرني امشي، ان شاء الله امرك وقت ثاني. الله وياك، سلم على الاهل، ان شاء الله يوصل. ترى ذبحتنا. يلا يبا يلا مستعيلين احنا. اسف على التاخير، انت بتضيع علينا الطلعه والوناسه. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه الطبراني. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.